تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. مثل ما دائما نقول يوم الثلاثاء يوم جميل، ليش؟ لأنه يوم هادي في نص الأسبوع، بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس. في هذا اليوم الجميل نصبح عليكم من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إن شاء الله بكون معاكم على مدى تقريبا ساعة، اللي هو نناقش فيه كل المواضيع اللي تهمكم. عندكم اقتراح، عندكم شكوى، عندكم موضوع طبي، عندكم إشاعة طبية سمعتوها مؤخرا حابين تتحققوا منها، هل كلام صحيح، هل كلام غير صحيح، هل هو مبالغ فيه ولا غير مبالغ فيه. فهذا هو هدف برنامجنا، وطبعا نحن نسعى من خلال استقبال ملاحظاتكم وآرائكم وشكاويكم واقتراحاتكم ان احنا نحسن النظام الصحي والخدمات الصحية بدبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. فلا تنسون تتابعونا، تواصلوا معنا عن طريق أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما تعودنا دائما في بداية البرنامج يكون عندنا دراسة صغيرونة نطرحها عليكم، وبالعادة الدراسات تكون أحدث ما توصل إليه العلم، يعني يكون دواء جديد، عقار جديد، علاج جديد، معلومة جديدة ممكن تحسن صحتنا أو تحسن حياتنا. فنبتدي الحين بالدراسة. الدراسة هذه تقول دعت نتائج دراسة جديدة إلى تناول مكملات الفيتامين دي كأداة للوقاية من تطور مرض السكري. تنضم هذه الفائدة إلى مجموعة من الفوائد الوقائية للفيتامين دي والتي ألقى العلم الضوء عليها حديثا. شو هي فوائده؟ يعزز المناعة، ويعتقد أنه يحمي، اللي هو الفيتامين دال طبعا، من مرض الشلل الرعاش، ويدعم وظائف الأعصاب، إلى جانب طبعا دوره المعروف في امتصاص الجسم للكالسيوم وحماية الأسنان والعظام من الكسور. بحسب الدراسة التي عرضت نتائجها مؤخرا في الملتقى السنوي لجمعية السكر الأمريكية، يساعد تناول مكملات الفيتامين دي على تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأجريت الدراسة في معهد تافت للأبحاث الطبية، وحثت نتائجها كل من لديه خطر الإصابة بالسكري أو تم تشخيصه بحالة ما قبل السكري بأن يتناول مكملات الفيتامين دي للوقاية من المرض. طبعا أعتقد الفيتامين دي ما نحتاج نحن نتكلم عنه وايد، ما شاء الله ما شاء الله المتعاملين يجون المراكز عندهم خبرة كبيرة عن الفيتامين دي وشو فوائده، هم حتى يكون أكثر حرصا منا إنهم يتابعون إنهم يأخذون المكملات الغذائية من الفيتامين دي، إن هم يشوفون كم النسبة وصلت، إنهم يتعرضون للشمس بالطريقة الصحيحة عشان يبنون الفيتامين دي مالهم. والحين طبعا الدراسة طلعت، وهذه الدراسة طلعت من مدة، إنه الفيتامين دي يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكر، خصوصا في الناس اللي عندهم مرحلة ما قبل السكري. شو يعني مرحلة ما قبل السكري؟ لو أنت عندك أحد عوامل خطر، عندك تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسكر، وللأسف نحن في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام عندنا يعني عوامل الخطر أكثر من غيرنا، لأن عندنا تاريخ مرضي قوي، تلاقون بالعادة الأم، الأبو، اليد، العمة عندهم مرض السكر. إذا كان عندنا زيادة في الوزن، إذا كان عندنا نمط حياة نقول غير صحي، أكل متأخر، ما في رياضة، وهذا كل هذه تعتبر عوامل خطر عشان نحن نصاب بالسكري. فعشان كذي لازم نحرص ان ناخذ الفيتامين دي بشكل عام كلنا، لكن اللي عنده السكر يحرص انه يضيفه لمجموعه المكملات الغذائيه اللي هي ياخذها مع ادويته. الحين راح ننتقل من الفيتامين د، راح ننتقل الى فقره التغذويه اللي عندنا. بنتكلم عن فقر الدم
خلال فترة الحمل. بتكون معنا الأستاذة ست البنات محمد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد يا ست البنات. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا فيك. خبرينا عن فقر الدم خلال فترة الحمل، شو يكون سببها وشو تسوي الحامل إذا ياها فقر دم خلال الحمل؟ فقر الدم طبعا هو نقص الهيموجلوبين في الدم، أو نقص عنصر البروتين اللي هو المفروض تتغذى به الحامل أثناء فترة الحمل. نعم. طبعا نقص الدم بيأثر كثير على الحامل بالنسبة ل الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ذاته هو عبارة عن البروتين اللي بيحمل الأكسجين من الرئة لأعضاء الجسم، وبالتالي بيكون لها وللبيبي. نعم. إذا كان إنه النقص، يعني في نقص في الهيموجلوبين، معناته في نقص في الدم، وهو نقول عليه الأنيميا. الأنيميا عندنا ممكن تتقسم لثلاثة أنواع، عندك الأنيميا من نقص الحديد، أو من نقص عنصر الفوليت، أو من نقص بي 12. هاي الثلاثة بيكونوا هنا نقصهم بيأثر في البيبي وبيأثر في الأم. طبعا من أسباب فقر الدم بيكون عدم التغذية السليمة أو المتوازنة في فترة الحمل أو ما قبل الحمل حتى. صحيح. ومن الأسباب بتاعتها بتكون برضو إذا كانت الوحدة من الأول هي كان عندها فقر دم، أو إذا كانت هي حامل بطفل أكثر من طفل واحد، يعني توينز. نعم. أو إذا كان إنه مثلا يعني الحمل متوالية أو متابعة، يعني الفرق بين البيبي والبيبي يكون مثلا سنة أو أقل من سنة. الشيء الثاني إذا كانت هي مثلا نباتية فيجيتيريان، يعني من الأول هي بتاكل خضار. نعم. ما بتاكل بروتين. نعم. البروتين الحيواني بالذات. دي بالنسبة للأسباب الأساسية. بنلقى العوارض بتاعتها وظاهرة إنها الواحدة بتحس إنه في شحوب في الجسم، في اللون الجلد، أو في الأظافر، أو في حتى في حلقة العين بتلقى إنه في شحوب. صحيح. الشيء الثاني الإحساس بالتعب، بتكون دائما حاسة إنها هي مرهقة، بتحس بدوخة، ضيق في التنفس لأنه نسبة الأكسجين قليلة، أقل حركة، أقل مجهود، بتحس إنها يعني ضيق في التنفس. صحيح. بتكون في سرعة في ضربات القلب، بتكون في عدم تركيز، يعني الوحدة ما بتكون دائما في تركيز، بيكون في أرق، في فقد شهية. كلها من أعراضه إنه الوحدة عندها فقر دم. ممتاز. ست البنات، لو الحرمة اكتشفت إن هي عندها فقر دم وهي ناوية تحمل، يعني هي متزوجة ناوية تحمل، فمتى أفضل وقت هي مفروض تتابع أخصائية التغذية؟ هل قبل ما تخطط للحمل، ولا أول ما تحمل، ولا أصلا مفروض تعالجه حتى لو هي ما كانت أصلا مخططة إنها تحمل؟ هي مفروض تعالجه قبل ما هي تكون عايزة تحمل، يعني دي حاجة يعني أساسية في الإنسان، دمه لازم يكون قوي. الشيء الثاني، مجرد ما هي تخطط للحمل المفروض مجرد ما زارت الطبيب أو إنها هي بتخطط، المفروض بدوها حمض الفوليك اللي هو برضه بالنسبة لنوع من أنواع الحديد. الشيء الثاني، لما تبدأ أول ما بدأت الحمل المفروض تعمل تيست للهيموجلوبين. إذا كان إنه هو 11 معناته عندها نقص في الدم، المفروض تشوفه لأنه المفروض يكون من 12 ل15. إذا بما إنه هي بداية الحمل 11، لا هي عندها بداية أنيميا. إذا كانت هي في الترمستر الثاني في نص الحمل وهي 10 برضو في أنيميا، وإذا كانت هي في الآخر وعندها الدرجة بتاعتها 11 برضو عندها أنيميا. يعني في كل الحالات دي هي تنتبه للأكل بتاعها والغذاء بتاعها. ممتاز. شو الأكلات اللي بالعادة تنصحون فيها المرأة الحامل مثلا، خصوصا في أول 3 شهور تكون هي عندها وحام وأصلا ما لها خاطر تاكل، كيف ممكن تتغلب على فقر الدم أو تعالجه في أول 3 شهور؟ ولما تكمل حمل شو الأكلات اللي لازم تركز عليها عشان تقدر تصلح فقر الدم؟ طبعا في الفترة الأولى اللي هي بيبدو بالفوليك أسيد ممكن يدوها لها 3 شهور الأولى. بعدك بتبدأ المفروض، يعني حتى فترة الوحام برضو من الأسباب بتاعة فقر الدم اللي هي إنها بتمتنع عن اللحوم، الأسماك، الحاجات زي دي، لكن برضو ممكن تأخذها في شكل خضروات. نعم. يعني هي الوحدة ما بتقطع كل الأكل، لا بتاكل بس الأكل يكون غني بالحديد، مثلا زي الخضروات الخضراء الورقية كلها عامة،
يعني كل ما كان عندنا الخضار أخضر غامق معناته نسبة الحديد فوقه عالية، إذا كان سبانخ، إذا كان بروكلي، جرجير في السلطة، إذا كان بقدونس، هاي الأشياء دي كلها ممكن فيها نسبة ساعة حديد. نعم. برضو عندنا الفواكه اللي بتكون لون أحمر غامق، يعني مثلا عندك زي الزبيب، التين، التمر، عندك الرمان، عندك الشمندر، هذه كلها برضو أغذية غنية بالحديد. نعم. عندنا مثلا بالنسبة للأغذية اللي هي مثلا الحمضيات، الحمضيات اللي هي عندك مثلا البرتقال، عصير البرتقال، البروكلي، الكيوي، هذه كلها أغذية برضو غنية بفيتامين سي وغنية بالفوليك أسيد وغنية برضو بالبيتولت. ممتاز. نشكر لك أستاذة ست البنات محمد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي هالمداخلة بخصوص فقر الدم خلال فترة الحمل، ونتمنى إن شاء الله السلامة لجميع اللي هي حامل أو بتحمل أو إنها تخطط إنها تحمل، وإنها تزور أكيد أخصائية التغذية عشان تأخذ النصائح اللي تساعدها على تصحيح فقر الدم. شكرا لك أستاذة ست البنات. تسلمي. شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. طبعا مثل ما تفضلت أخصائية التغذية ست البنات أنه لازم تراجعون أخصائية التغذية، ما تعتمدون أنه أنا بصلح أكلي بنفسي أو بصلح فقر الدم بنفسي، خصوصا لو أنت ناوي تحملين أو أنت حامل، لأن فقر الدم يضر الجنين بكثرة لأنه يقل نسبة وصول الأكسجين والمواد الغذائية للطفل لو أنت دمج قليل، زائد مع تقدم الحمل تتوسع الدورة الدموية، وأنت إذا ما عندك كمية هيموغلوبين كافية فهذا يسوي نقص دم إيفن أشد، عشان شي تابعوا مع أخصائية التغذية. احنا حنطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة حملة دبي بلا سي، اي بلا هيباتيتس سي او كبد الوبائي سي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا حملة واسعة لرفع الوعي والتثقيف الصحي بمرض التهاب الكبد الوبائي سي تحت شعار دبي بلا سي، ضمن جهودها الرامية إلى القضاء على المرض في دولة الإمارات وتحقيق الأجندة الوطنية 2021 في الحصول على رعاية صحية متكاملة للمرضى. للحديث عن هالحملة والفئات اللي تستهدفها بتكون معانا إن شاء الله عن طريق الهاتف الدكتورة هند العوضي، أخصائي أول صحة عامة، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة هند. صباح النور. صباح النور للجميع. أهلا فيك، حياك الله في برنامج صحة وسعادة. أهلين. أنا أسعد صراحة بوجودي معكم. شكرا. دكتورة هند، نتكلم أول شيء فكرة عامة عن حملة دبي بلا سي وشو الهدف منها؟ حملة دبي بلا سي أطلقناها قبل شهرين من الزمان لعدة أهداف دكتورة، لأن إحنا يعني بغينا نحقق هدف أجندة دبي 2021 أن مجتمع دولة الإمارات يكون حاصل على درجة عالية من الخدمة الصحية، وأيضا منظمة الصحة العالمية أطلقت هدف سوف تحققه في 2030 في القضاء على مرض الكبد الوبائي سي، وهذا بعد أيضا سوف يحقق هدف دولة الإمارات في القضاء على هذا المرض. من منطلق هذه الأهداف ارتئينا أن نطلق حملة توعوية لنوعي المجتمع بمرض الكبد الوبائي سي، أن هذا المرض يمكن السيطرة عليه، يمكن الكشف عنه بفحص بسيط، وفي نفس الوقت احنا أيضا نقوم بعمل فحص في الحملة، فحص مبدئي ناخذ منهم عينة صغيرة من الدم مثل فحص السكري أو يعني قطرات من الدم، نفحص في الشخص هذا وخلال 5 دقائق نقدر نعرف إذا هو مصاب أو غير مصاب بهذا المرض. الحملة سوف تستمر على مدار السنة إن شاء الله. إحنا مستهدفين فئات جميع الفئات فوق 18 سنة، جميع سكان دبي بدون أي استثناء. وأيضا الشيء اللي خلانا أن نطلق أيضا هاي الحملة
إن السنة الماضية هيئة الصحة أعلنت عن شمول علاج الالتهاب الكبد الوبائي في مظلة التأمين الصحي. يعني هذا كان إنجاز كبير من هيئة الصحة، إن صار علاج الكبد الوبائي جدا بسيط، هي عبارة عن حبوب ياخذها المريض لمدة تتراوح من 2 لـ3 أشهر. والخبر الأجمل إنه أيضا مجاني، يعني أي حد عنده تأمين صحي في إمارة دبي يقدر يحصل على هذا العلاج. فهذه كانت نتيجة لكل هاي الأسباب إحنا أطلقنا هذه الحملة. ممتاز. دكتورة هند، شو الأماكن اللي بتكون فيها هذه الحملة، وشو الفئات العمرية المستهدفة منها؟ الأماكن اللي إحنا بنسويها عدة أماكن في إمارة دبي، في دوائر حكومية، في سكنات للعمال، وأيضا في يعني إحنا بعد في المراكز الصحية، في المستشفيات الدولة. عندنا خطة متكاملة للسنة كاملة، نحاول قد ما نقدر نشمل جميع إمارة دبي. فئاتنا المستهدفة أي حد فوق ال 18 سنة. أي حد فوق 18 سنة؟ أيوة. أوكي. ويكون حاصل على، يكون عنده طبعا الحين مثل ما تعرفين كل حد عنده تأمين صحي في دبي. صحيح صحيح. والشرط الثاني أنه هو يكون مقيم في دولة الإمارات لمدة سنة على الأقل. ممتاز. فهذه هي الشروط فقط. هذه الحملة دكتورة هند، شو الفعاليات مالتها؟ توزيع بروشورات ولا محاضرات ولا كتيبات؟ شو بتكون الأنشطة المشمولة؟ الحملة بتكون بثلاثة شقوق. الشق الأول هو التثقيف الصحي. نعم. إحنا سوينا مثل ورشات عمل للأشخاص اللي بينزلون في هذه الحملات، نوعيهم عن هذا الشيء. هذا كان الشق الأول وانتهينا منه، عشان الناس اللي بتنزل في هذه الحملات تكون جاهزة وتعرف شو بتسوي وكيف بتفحص وشو هي المواد اللي بتشرحها في الحملة. الشق الثاني إن إحنا بنسوي الزيارات الميدانية للدوائر الحكومية وغيرها. الشق الثالث إن إحنا قمنا بتصميم بروشورات مواد تثقيفية وتعليمية للناس، نوزعها خلال الحملات، وفي نفس الوقت نقوم بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة. هذه ثلاث محاور، اللي ترتكز عليها حملة دبي بالعسي. ممتاز. دكتورة هند، شو أهمية هذا المرض بالذات؟ يعني لما نقول إحنا ناس تقول ليش اخترتوا بالذات الكبد الوبائي سي، شو أهمية هذا المرض؟ شو خطر انتقاله؟ وشو أهمية إنه يكون في كشف مبكر اللي طبعاً أنتوا تركزون عليها عن طريق هالحملات؟ أعطيك مختصر مفيد. مرض الكبد الوبائي هو مرض صامت، يعني 80% من الناس ما يعرفون أنهم فيهم هذا المرض. نعم. وللأسف يوم ما تعرفين أن فيك هذا المرض، هذا المرض عادي جدا أنه يتطور ويصير مرض مزمن، وعلاجه يكون أصعب ويكون له مضاعفات أكبر، ممكن أن تؤدي في بعض الأحيان لا سمح الله إلى الوفاة. نعم. فالشخص العادي ما يعرف أنه في هذا المرض، وهذا المرض ينتقل عن طريق المواد الغير معقمة، أن أنت تتشاركين في أدواتك الشخصية مع أشخاص ثانيين، بل هو ينتقل عن طريق الدم الملوث. صحيح. فالشخص ما يحس أنه عنده المرض، لأن هذا المرض ما له أعراض واضحة 80% من الأشخاص. الناس اللي فيهم المرض يشتكون من أعراض بسيطة جدا، يعني اللي هي حكة في الجسم، تعب في الجسم، ألم في الجهة اليمنى من المعدة، يعني أشياء ما تنبه لخطورة المرض. والشيء الثاني إن هذا المرض ما له تطعيم. الطريقة الوحيدة اللي إحنا نقي نفسنا من هذا المرض هو بالتوعية الكافية، وإن إحنا نحمي نفسنا من هذا المرض. عسف شيء إحنا ارتئينا إن إحنا نسوي حملات توعية وفي نفس الوقت نفحصهم فحص أولي مبدئي للناس. إلى جانب دكتورة إن هذا العلاج أصلا صار متوفر. قبل كان العلاج جدا متعب وعلى مدى فترات طويلة جدا. صحيح. الحين العلاج صارت حبوب بسيطة ياخذها من 2 لـ3 أشهر. ونسبة العلاج من هذا المرض توصل لأكثر من 95%. فهذه فرصة وصارت مجانية، لأن هيئة الصحة قامت بهذه المبادرة في 2018 إن شملت العلاج بعد في مظلة التأمين الصحي. فهذه إحنا
اعتبرناها فرص المجتمع يستفيد منها، ونوصل لهدفنا في 2030 أن نقضي على هذا المرض في الدولة. ممتاز. دكتورة هند، شو سبل الوقاية لو قلنا من هذا المرض؟ قلتي تشارك بالأدوات، إن الواحد يكون مصاب وانت تشاركين، شو سبل الوقاية الأخرى؟ وتنصحين إن الواحد يسوي كشف مبكر، حتى لو مثل ما تفضلتي قلتي ما في أصلا أعراض، 80% الواحد ما يحس عنده أعراض مثل ما يقولون مبهمة، يعني ما تكون مرتبطة بالمرض، فكيف نقي نفسنا؟ وهل تنصحين الناس تسوي أصلا كشف مبكر حتى لو من غير الحملة؟ طبعا احنا ننصح الناس اللي يعني جميع يعني هذا اذا هم ما وصل لهم الكامبين لغايه مكانهم، هم ياخذون المبادره هذه ويون ويفحصونها. الفحص جدا بسيط، شويه قطرات دم مثل اي فحص مثل فحص السكري، ويقدر يعرف النتيجه خلال 5 دقائق. فانا انصح كل حد يعني ما قدرنا نوصل له انه هو ياخذ المبادره ويفحص عن نفسه ويكشف عن نفسه بهذا الشيء. سبل الوقاية جدا بسيطة، أن أنت تكون لك أدواتك الشخصية الخاصة، ما تشاركينها مع أي حد. الإبر والمواد الإبر الملوثة هذه ما يشاركون فيها مع أي شخص ثاني، لأنه ينتقل عن طريق الدم، والوقاية فيه أنك أنت تحمين نفسك من هذا الشيء. في وايد ناس يسألون إنزين أنا عادي أسلم على حد مريض بهذا المرض، طبعا المرض ما ينتقل عن طريق التلامس. يعني عادي تسلمين على الشخص، عادي تقعدين معه في نفس الغرفة، هذه مو طريقة للانتقال، طريقة الانتقال عن طريق الدم الملوث فقط. يعني ما نبي احنا بعد نخوف الناس، هذا ما يعني هذا ما ينتقل عن طريق التلامس المباشر. ممتاز. دكتور هند، العلاج اللي ينعطى للفيتامين سي للكبد الوبائي سي، في وايد ناس تسأل هل لو اخذت العلاج راح اشفى منه ولا لا، راح يتم المرض عندي ولكن راح يكون مثل ما يقولون صامت، مثلا نقل نسبة انه ينتقل لشخص ثاني، مرض المريض ما تسوي عنده اعراض، فهذا العلاج هل راح يأثر في يعني المرض نفسه؟ بالفعل التطور اللي وصلنا فيه من الناحية الصحية والعلاج، إن إحنا طورنا حبوب، هذه الحبوب سهلة تأخذينها وفيها نسبة علاج يعني تشفين من المرض نسبة 95%، نسبة نجاح الشفاء من المرض. يعني مو بإن بتكونين مسيطرة على المرض، لا، أنت بتشفين من المرض بنسبة توصل لي 95% حسب الدراسات المعمولة. ممتاز. دكتورة هند، لو في حد يبغى يعرف الجدول مال الفعاليات أو مال الحملات وين بتكون في المكان الثاني، في مكان يرمون يروحون له أو تطبيق أو موقع يرمون يدخلون يشوفون وين مكان الحملات؟ احنا ما نزلنا هذا الجدول لها، بس احنا في مجال إذا هم عندهم أي استفسار يسألونا وإحنا بنخبرهم بالجدول هذا، أو إحنا نقدر حتى نشارك معاهم في الجدول هذا. يعني إذا هم حابين عندهم إحنا نقدر ننزله بعد في مواقع التواصل أو في موقع الهيئة. ممتاز، عشان الناس تعرف وين الحملة القادمة، بالتالي يقدرون يجون ويسوون الفحص ويشوفون هل هم عندهم المرض أو لا. أنا شاكرة لك دكتورة هند العوضي، أخصائي أول صحة عامة ورئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بخصوص حملة دبي بلا سي، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، ويعطيكم العافية على جهودكم. الله يعافيك دكتورة. شكرا لك، حبيبتي، نهارك سعيد. مع السلامة. مثل ما تفضلت الدكتورة هند العوضي، الآن هناك حملة دبي بلا سي، وحتى في مراكز صحية بتلاقون هالحملات موجودة، ومثل ما تفضلت وقالت في بعض المؤسسات الحكومية بتلاقونها، وأنا أنصحكم توجهوا للعيادات بعد قطاع الرعاية الصحية الأولية، بتلاقون الحملات هناك موجودة خلال الأيام الجاية، واسألوا متى الحملة، لأن حملة جدا جدا مفيدة، ما فيها عيب أو إن الناس شو لو عرفت أن عندي الكبد الوبائي سي، مثل ما قالت الدكتورة هند ينتقل عن طريق الدم، التشارك الأدوات وغيرها، فمهم أن الواحد يعرف هل هو عند المرض أو ما عند المرض، هل هو عند الفيروس أو لا، عشان يتم التدخل مبكرا، يأخذ علاج مبكرا، وما شاء الله مثل ما تشوفون أن العلاج صار بسيط بالحبوب، نسبة العلاج، وحتى مو بأن مثل ما يقولون نسكت المرض أو نكون مرض تحت السيطرة، لكن علاج المرض 95% هناك نسبة للعلاج، فما شاء الله ما شاء الله العلم دائما يتطور، وإحنا في هيئة الصحة أكيد عندنا الأحدث، ف توجهوا المراكز الصحية
احضروا هالحملات وسووا الفحص، وان شاء الله اتمنى لكم جميعا السلامه. احنا الحين ان شاء الله راح نطلع فاصل، بعد الفاصل راح يكون عندنا موضوع جدا جدا مهم لكم للسيدات وحتى للرجال، بنتكلم عن خدمات الماموجرام او الاشعه الخاصه بالثدي. هذا الموضوع المهم اللي احنا حابين نسلط الضوء عليه، فاذا عندك اللي يسمعونا اليوم الحين إذا تعرف حرمتك، أختك، أمك، قول لهم خلي يفتحون على الإذاعة نور دبي يسمعون برنامج صحة وسعادة عشان يأخذوا معلومات عن الماموغرام، هل هو خطير أو لا، هل ممكن واحد يصاب بالسرطان وراء الماموغرام أو لا، من المفروض يسوي فحص الماموغرام، وكل الأسئلة اللي تهمكم من أجل نشر الوعي. فرح نطلع فاصل إن شاء الله وتريونا بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. على التواصل على الأرقام التالية على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما قلت لكم بنتكلم الحين عن موضوع جدا مهم يهم النساء والرجال. توفر هيئة الصحة بدبي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية حزمة من خدماتها التشخيصية والعلاجية التي تساهم بشكل فاعل في الوقاية من الأمراض والحد من مضاعفاتها السلبية. من بين الخدمات خدمة فحص الأشعة الماموغرام. بنتكلم عن الخدمة وأهدافها وأماكن توفرها وشو الفئة المستفيدة منها. يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذة سارة سعيد، فنية الأشعة بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد يا سارة. سارة ليه ما تجهز سارة؟ طبعا أنا ليش كنت أهم النساء والرجال؟ للأسف مو عندنا، مو في مجتمعنا فقط، في كل مكان سرطان الثدي دائما لما نطري شو يبالنا النساء فقط. الرجال بالعادة يقولك هو مرض مختص فقط بالنساء، حال سرطان عنق الرحم وسرطان المبايض، لكن للأسف هناك نسبة للناس للرجال اللي يصابون بسرطان الثدي موجودة وعالميا ممكن ما تكون نسبة كبيرة، لكن هناك نسبة. عشان شي للرجال لازم ينتبهون للتغييرات اللي ممكن تستوي عندهم في الثدي. لكن لما نتكلم مثل ما قلنا في سرطان الثدي بالعادة نشمل 90% النساء، ليش احنا نشدد عليه ونرد نركز عليه ونرد نقول لكم سووا فحص الثدي في المنزل، سووا أشعة الماموغرام من توصلون عمر 40؟ ليش دائما نعيد على هذا الموضوع؟ لأن سرطان الثدي عكس سرطان عنق الرحم، يعني كشفه أسهل جدا من سرطان عنق الرحم. ففعلا يكون شيء مؤسف لما نلاقي امرأة وصلت للمرحلة الثالثة من المرض وانتشر وهي ما تدري عنه لأن هي ما بغت تسوي الفحص أو خافت تسوي الفحص، وهذا وايد من حالة مرعين في العيادة. عندنا نساء حتى تخاف تسوي حق عمر الفحص الذاتي للثدي في البيت، تقول لك والله أنا خاف أكتشف شيء بعد هذا مثل ما يقولون حياتي ما ترجع نفس قبل، ما بروم أنام، ما بروم أعيش، ما بروم أسوي أي شيء. ليش؟ لو اكتشفت أنا في شيء. ما معظم الأشياء نكتشفها خلال الفحص الذاتي للثدي يكون طبيعي، يكون حميد، يكون حميد، يا تكون أكياس دهنية يا تكون أورام حميدة، القليل منها يكون عبارة عن أمراض خبيثة. وحتى لو سمح الله كان خبيث، ترى لما تكتشفينه مبكرة الفايدة لك أنتي. الاكتشاف المبكر يخلي العلاج أسهل، العلاج أقصر، حياتك تستوي أفضل. سارة ضم معنا الحين على الهاتف عشان تكلمنا أكثر عن موضوع الماموغرام. سارة صباحك خير. صباح النور، يا هلا دكتورة، شخبارك؟ الحمد لله حبيبتي بخير، حياك الله في برنامج صحة وسعادة. يا هلا فيك حبيبتي. سارة تكلمينا أول شيء نقول للنساء ما هو الماموغرام أو أشعة الثدي، ومن الفئة المفروض تستخدم خدمة الماموغرام؟ أوكي. الماموغرام هو جهاز تصوير أشعة، نسبة الأشعة فيه جدا قليلة لأن وايد ناس يتخوفون من نسبة الأشعة فيه. جدا قليلة وآمنة، يكشف تغيرات الصدر، أي تغيرات كانت، سواء كانت هاي التغيرات تغيرات سرطانية أو غير سرطانية. نستهدف عادة فئة 40 سنة فما فوق في السكرينينج اللي هو في الفحص الدوري. نعم. وإذا كانت المريضة عندها تعاني من أي مشاكل صحية، سواء هاي المشاكل كانت مثلا إفرازات أو غدد أو مثلا كتل تطلع على الصدر أو إحمرار أو أي شيء غريب في الصدر، فتراجع طبيبها ويكون لها فحص ثاني. ممتاز. بس هي. تفضلي سارة.
بس عادة الأربعين سنة فما فوق لازم يسوون، يعني كل واحدة عيد ميلادها الأربعين لازم تجي تسوي هذا الفحص. لازم تسوي فحص الماموغرام. إيه لازم تسوي فحص الماموغرام. خبرينا وين تتوفر هذه الخدمة، في أي مراكز صحية؟ عندنا في هيئة الصحة كذا مركز صحي، مثل مركز مثر، مركز نادي الحمر، مركز البرش الصحي، ومركز ذعبي. تتوفر فيها الخدمة. وفي بعض العيادات يوميا، يعني كل يوم عندنا الماموغرام كل يوم، مو كل العيادات، في عيادتين من العيادات يوميا وعيادتين بمواعيد. بالمواعيد. كيف ممكن الوحدة تحصل على خدمة الماموغرام؟ طبعا إذا أنت عمرك 40 فما فوق تروحين عند الطبيب، أي طبيب، طبيب العائلة مثلا، وتطلبين هذا الفحص، يسوي لك الفحص السريري ويطلب لك ريكوست الماموغرام، تسيرين إذا كان في مواعيد تاخذين موعد، وإذا كان ووك إن ممكن تدخلين في أي وقت. ممتاز. أنت ذكرتي سارة في البداية أن كثير من النساء عندهم تخوف من أن جهاز الماموغرام، أول صراحة أول تخوف نسمع من النساء أنه مؤلم، دائما يقولك لا يعور أنا ما بسوي الفحص، وثاني شيء يقولك لا والله سمعت يقولون إذا سويت الماموغرام وأنت ما عندك شيء بيجي سرطان من وراء الماموغرام، فهذه الإشاعتين دائما تنشر الألم وأن متصابين بالسرطان من وراء الماموغرام، الحين كيف أرد عليهم؟ شوفي هذه الأشعة صح، ما قلت إن هي ما قلت إن مؤلمة وايد، بس هي غير مريحة صح. لأن في يكون تبسط الخلايا، خلايا الثدي، يعني إن الجهاز يبسط الخلايا، وهذا لسبب معين. أول سبب إن المحرمة لازم ما تهتز أو ما تتحرك حسب إن تكون الصورة واضحة، هذا أول سبب. نعم. السبب الثاني إن لازم تنبسط الخلايا حتى تكون واضحة الصورة، إذا ما انبسطت الخلايا الصورة تكون يعني غير دايجنوستيك، إن مو ممكن الطبيب يشخص الحالة. صحيح. ويعني ما شاء الله خصوصا الثدي نسيج غني ما شاء الله، فيه دهون وفيه خلايا، فهو عملية البسط هذه لتزعج النساء، وهي أفضل لصالحهم لأن تقلل نسبة الأشعة، يعني كل ما زاد الكمبريشن اللي هو إن كل ما زاد إن الجهاز إنه يبسط الخلايا كل ما قلت نسبة الأشعة في الجسم. ممتاز. الحين يقول لك الأشعة إذا أنت ما في شيء الماموغرام يسبب السرطان. لا هاي فكرة صراحة بس أفكار تنتشر، بس هاي فكرة غير يعني ما في أي إثبات يثبت إن الماموغرام هو سبب من أسباب السرطان إطلاقا، بالعكس هو يعني يكتشف الأورام بشكل مبكر وممكن إن إحنا نعالجها. نعم. فالأفضل إن الوحدة تسوي أشعة الماموغرام عشان تكشف عن السرطان، وأشعة الماموغرام مثل ما أنت قلتي نسبتها أصلا بسيطة، ما تكون النسبة الخطيرة للحريم، نسبة جدا جدا قليلة، هي نسبة جدا قليلة، وإحنا نسوي هالفحص كل سنتين، يعني إنه ما يكون يعني على طول هذا الفحص، إنه بشكل دوري بس كل سنتين، فنسبة الأشعة فيه جدا قليلة، فما تخوف أبدا، جدا آمنة يعني. ممتاز. أستاذة سارة، هذه الخدمة قلتي من عمر 40 سنة، في بعض الحالات إحنا الطبيب يوصي أو خبير الأشعة حتى يوصي إنه يكون قبل 40 سنة، شو الحالات اللي ممكن تسوي الماموغرام قبل 40؟ شوفي هاي الحالات تكون دايجنوستيك، هاي ما تكون فحص سكرينينج اللي هو الفحص الدوري، تكون دايجنوستيك يعني حالات خاصة. من هالحالات إذا كان عندها أي إفرازات، أي دم يطلع، أي تغيير في لون الصدر، أي كتل تحس فيها المريضة، أي نوع من الألم، هاي الحالة ممكن تكون دايجنوستيك، ممكن تكون تحتاج ألتراساوند، أو ممكن إذا كان عندها أي هيستري، فاميلي هيستري مثلا، عندها تاريخ عائلي في العيلة أن في لا سمح الله أمها، أختها، خالتها، أي حد منهم عنده سرطان ثدي، في هالحالة ممكن تسوي فحص الماموغرام كل سنة. ممتاز. في نساء يجون العيادة يقول دكتورة أنا ما بسوي ماموغرام، سووا لي ألترا ساوند أو الموجات الصوتية، فشو الفرق بين الاثنين في دقة تشخيص الأورام؟ الماموغرام يكشف أكثر عن كل التكلسات الموجودة في الجسم، فالماموغرام يكون أدق في فحص الأورام عن الألترا ساوند. الألترا ساوند ممكن يكون في بعض الحالات، بس هاي الحالات قليلة، يعني معظم الحالات عندنا، غالبية الحالات مثلا 90% من الحالات نسوي الماموغرام بدون الألترا ساوند، بس في بعض الحالات ان الدكتور يحتاج تشخيص زيادة حسب انه يتأكد ان المريضة هاي التكلسات مثلا عادية ما فيها شيء، بس كل التكلسات اوضح شيء تكون في الماموغرام مو في الألترا ساوند. ممتاز. أستاذة سارة، كلمينا بعد عن الخدمات الثانية اللي تقدم في أقسام الأشعة في قطاع الرعاية الصحية الأولية غير الماموغرام.
عندنا مثلا عندنا الدكسة، عندنا الجنرال اكس راي والاشعه العاديه، عندنا اشعه الاسنان، نعم فعندنا كذا كذا شيء في العياده. عندنا كذا شيء. جهاز الدكسا سكان، بس تعطيهم مش نبذه شو هو جهاز الدكسا سكان؟ صراحة أنا ما أشتغل في الدكسا، بس هو لتشخيص العظام بالضبط، يعني لتشخيص هشاشة العظام. هي. ممتاز. بخصوص خدمات الأشعة، إحنا عندنا أشعة العادية وعندنا أشعة الأسنان، هل الخدمات متوفرة في كل العيادات ولا في بعض العيادات؟ الأسنان متوفرة في معظم العيادات للسي، بس في معظم العيادات عندنا، ما عدا تقريبا عيادة زعبيل ما عندنا أشعة الأسنان، لأن أصلا ما عندنا قسم الأسنان أساسا. نعم ممتاز. في خدمات جديدة بتدخل قسم الأشعة، في شيء نصيحة حابة توجهينها أستاذة سارة للمستمعين؟ حابة أوجه نصيحة، لأنه لازم كل الحريم يحافظون، بما أني أنا أشتغل في الماموغرام موصلي، يعني معظم الأيام أنا تقريبا أشتغل في الماموغرام وأشتغل في باقي الأقسام، ممتاز. بس حابة أوجه لهم نصيحة أن لازم يحافظون على أكلهم الصحي وعلى الرياضة، ونتمنى السلامة لهم الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذة سارة سعيد، فنية الأشعة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، هذه مداخلة بخصوص خدمة فحص الماموغرام بمراكز الرعاية الصحية الأولية. شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. تسلمين حبيبتي، تسلمين شكرا الغالية، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. طبعا مثل ما كنا نقول قبل ما ناخذ مداخلة أستاذة سارة بخصوص سرطان الثدي، كثير من النساء تفكر أن عامل رئيسي للإصابة بسرطان الثدي هو تاريخ المرضي فقط أو تاريخ الوراثي فقط، يعني معناه لو أمها كان عندها، لو عمتها كان عندها، لو خالتها كان عندها، ما تفكر في عوامل الخطر الأخرى. ترى في أكثر من عامل خطر، الوراثة تلعب ممكن 10% 15% من الحالات فقط، لكن 85% أو 80% الباجية عبارة عن عوامل أخرى، وهذا ينطبق على ما بقول كل معظم الأمراض. حتى لما نتكلم عن السكري أو عن الضغط، دائما نقول الوراثة تحتل نسبة بسيطة، الباقي يعتمد على نمط الحياة. التدخين أحد العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الثدي، زيادة الوزن تسهم في رفع نسبة الإصابة بسرطان الثدي، استخدام بعض الحبوب اللي فيها هرمونات من غير استشارة طبية أو من غير متابعة طبية، خلينا نقول يعني مثل حبوب منع الحمل وغيرها، في نساء تاخذها من الطبيب كوصفه من الطبيب، وبعد هذا ما تتابع، تتم 3-4 سنوات تاخذ الدواء من غير ما تسوي متابعه، من غير ما تلتزم ان حبوب منع الحمل لازم يكون في راحه بينهم 3 شهور راحه من الهرمونات مال حبوب منع الحمل، بعدين تبتدي اللي بعده. فلازم المتابعه الدوريه مع الطبيب اللي الطبيبه او الطبيب اللي وصف لك هذه الحبوب اللي تحتوي على الهرمونات. ايضا نمط الحياه، التناول الاغذيه غير صحيه، غنيه بالدهون، غنيه بالمواد المؤكسده، كل هذه عباره عن عوامل خطر ممكن تسبب ارتفاع نسبه خطر الاصابه بسرطان الثدي. ما في طبعا مؤكد، كل شيء بيد رب العالمين، لكن نحن مثل ما يقول ناخذ بالاسباب. شو ممكن نسوي احنا لتقليل خطر الاصابه؟ تقليل خطر الإصابة بس ببساطة نشوف شو عوامل الخطر ونسوي عكسها، نوقف التدخين، نمارس الرياضة، نحرص أن أكلنا يكون يحتوي على الأقل يوميا على خضار وفواكه اللي هي غنية بمضادات الأكسدة، مثلا ناخذ الخضروات الخضراء فيها مضادات أكسدة كثيرة، نمتنع عن الأشياء المعاد تصنيعها، اللحوم المصنعة، النقانق، اللانشون، وهاللحوم المعاد تصنيعها مرة أخرى نحاول نقلل منها، ناخذ دائما الأشياء في صورتها الأولية، يعني أنتم تبغوا تاكلون لحم تاخذونه بصورته الأولية بشكل الطبيعي، ما يكون معاد تصنيعه متحول إلى مرتدلة أو غيره أو غيره. حتى الدياي إذا تبغون تاكلونه أكلوه بصورته الأولية، دائما هذا يكون صحي أكثر من الأشياء اللي معاد معالجتها، يسمونها معاد ريبروسيست أو معاد معالجتها أو معاد تصنيعها. هذه الأمور فيها نسبة دهون كبيرة، فيها مواد مؤكسدة كثيرة، ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي عندك. هذا بالنسبة لعوامل الخطر. كيف أكشف مبكرا؟ ترى الكشف المبكر يا جماعة مهم في جميع الأمراض مهما كان هذا المرض، حتى الزكام اللي هو زكام، دائما نقول لو بالبداية يعني حسيت إن بيك زكام، لو أخذت بعض التدابير الاحتياطية ما بيضعف عندك، مثلا أخذت تطعيم الإنفلونزا كل سنة، شربت سوائل كافية، ارتحت، خليت أكلك خفيف وغني بالخضار والفيتامين سي، بيساعد إنه ما يتطور عندك المرض، هو زكام.
فوين الأمراض الأشد مثل الضغط والسكر والكوليسترول والسرطانات ممكن بسهولة إن احنا نكتشفه مبكرا، والتدخل المبكر دائما يوفر، أول شيء يوفر عليكم الوقت، ليش؟ عشان ما يكون علاج طويل جدا. رقم 2 يخلي مخرجات المرض بالنسبة لكم أفضل، معناه حياتكم تكون أفضل، حياتكم تكون أسعد، ترجعون لحياتكم الطبيعية بشكل أفضل، ما تقعدون في المستشفيات فترات طويلة بعيد عن حبايبكم وعن عيالكم، ما تضطروا تغيبون عن عملكم لفترات طويلة بسبب العلاج. كيف نكشف مبكرا عن سرطان الثدي؟ الكشف المبكر مثل ما قلت في البداية وايد سهل، لأن الثدي عبارة عن عضو إحنا نقدر نفحصه. سرطان عنق الرحم دائما إحنا ننصح بالفحص لأن صعب أن يتم، صعب أن المرأة نفسها تكشف عنه. سووا الفحص الذاتي للثدي في المنزل، هذا إحنا دائما نأكد عليه، سووه شهريا. كيف نسوي؟ عندكم واحد من الخيارين، يا تشوفون عن طريق الفيديوهات المنتشرة أونلاين كيف يتم الفحص الذاتي للثدي في المنزل، ممكن تتوجهون لمراكز الرعاية الصحية الأولية، طبيبة الأسرة بتراويكم كيف ممكن تسوين فحص الذاتي للثدي في المنزل. هذا سوينا شهريا، لازم مرة سنويا تسوين فحص الثدي عند الدكتورة في العيادة، تجين العيادة تقولين دكتورة أنا مرة سنويا باي بفحص، أنت فحصي لي الثدي، لأن سبحان الله ممكن أنت كونك غير مدربة لما تسوين فحص الذاتي ممكن تسهل عنك بعض الأمور، غير عن العين المدربة للدكتورة لما هي تفحص ولما هي تسوي لك فحص ذاتي للثدي، تسوي لك فحص الثدي بالتالي يكون عندك بوابتين للدفاع مثل ما يقولون. شهريا فحص الذاتي للثدي وسنويا عند الطبيبة، هذا يتسوى للجميع من عمر الحيض، نقول من عمر 18 سنة نبتدي نسوي هذا. من عمر 40 لازم نسوي الماموغرام، لازم. عندك مخاوف الماموغرام، مو مرتاحة من فكرة الماموغرام، ربيعتك أو أختك أو جارتك سوت الماموغرام وتقولك والله مزعج، والله ما له داعي، أنا قاعدة أسوي كم مرة ما في شيء، ومن هالكلام دائما نسمع. خذي كلامها تعالي عند الطبيبة وقولي لها المخاوف اللي أنت عندك أو ليش ما تبي تسوي الماموغرام. ميرا تسأل إذا ما وصل 40، إذا ما وصل 40 في بعض الحالات فقط، لا سمح الله، سمح الله في تغييرات شفناها على الثدي، في تاريخ عائلي قوي، يعني مثلا بسم الله الأخت كان عندها، الأم كان عندها، يعني في أكثر من شخص من القرابة الدرجة الأولى عندهم، لازم يسوون قبل 40. ولكن غير هذا بعد 40 سنة لازم يسوون وتعيدونه كل سنتين. مثل ما قلت عندك مخاوف مو مرتاح من الفكرة، هذا اللي تلحق فيه، لكن تشاوري مع طبيبك. أنا أستغرب من الناس تدخل على الدكتور وتطلع من غير ما تأخذ المعلومة كاملة، ليش ما سألت الدكتور؟ لا والله زحمة، لا والله أنا روحي تريت لما دخلت على الدكتور، لا والله ما أدري، ما هي على بالي أسأل. دائما تشاوروا مع طبيب الأسرة، هذه وظيفتنا، طبيب الأسرة هذه وظيفة، إن أنتوا تكلمونا كل شيء يأرقكم، كل فكرة تخوفكم، خصوصا لما تيجي عن صحتكم. نصيحتي لكم للنساء اليوم، اذا انت طلب لك ماموغرام، الدكتوره قالت لك لازم تسوي ماموغرام بس انت خايفه او مو مرتاحه، شو تسوين؟ روحي العياده للطبيبه اللي دائما تتابعين عندها واساليها دكتوره انا بقاي عندك يوم وتشرحي لي بالتفصيل شو هذا الماموغرام، تراوين الجهاز، تجاوبين على بعض المخاوف اللي عندي. خذي من الدكتوره مثل موعد مبدئي انه ممكن مثلا ممكن ترجعي لها مره ثانيه وقت تكون هدوء، مثلا ممكن يكون اول الصبح الدكتوره بعدها ما شافت مرضى، تدخلين عليها وتتناقشون في الموضوع على راحتكم وتاخذين منها كل المعلومات، وتعالي محضره، يعني تعالي باسئلتك، الاسئله اللي انت اخذتيها من الاونلاين او اسئله في بالك انت، تعالي محضره بورقه وقلم واساليها كل الاسئله. هكذا نستفيد من طبيب الاسره. أنا وصلت نهاية البرنامج اليوم، أشكر لكم متابعتكم، أشكر الطاقم اللي كان موجود معاي، إن شاء الله كنا خفاف عليكم في خلال هذه الساعة على الهواء واستفدتوا من المعلومات اللي قدمت في برنامج صحة وسعادة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله بالحياة الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.